السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا هذا البرنامج سوينا فيه بعض الحقائق، وأبغى أطبع هذه الحقائق. فنجي نقول هنا في الرن، طيب نجي نقول فاصلة، وناخذ أمر الطباعة اللي هي رايت، أو عفوا استوديو اللي هي الستريم انبوت اوتبوت، وبعدين نحط الرايت، وهنا نحط قوسين حق الرايت، اللي هو نهاية الأمر. فايش راح اطبع؟ راح اطبع اللي هي هذه البريفير. فاجي هنا اقول بريفير، والبريفير معاه قيمتين، فالقيمة الاولى المتغيرات في الفيجوال برولوج يبدأ بالكابيتال اكس خلاص، وفاصلة، وهنا عفوا واي. عشان كذا انا حطيت احمد بين علامتي التنصيص، شوف لو مسحتها يطلع اخضر اللون اللي هو احمد. ليه؟ لان اعتبرها متغير، لكن انا ابغى اقول انه احمد سترينج، فعشان كذا حطيته بين علامتي التنصيص عشان اتفادى هذا الخطأ. طيب، فعندي هذا الامر. طيب، في مشاكل. خلينا نقول هنا، أو عفوا هنا أنت، وهنا أنت برضه، وهنا راح أخذ سطر جديد اللي هو استوديو، وبعدين NL نيو لاين أنت. طيب، لو تلاحظون في الرول هذه اللي هو الرن، عندي الكونسول انيشال بعدين اند، ستوديو لاين بعدين اند، بعدين اللي هو البريفير بعدين اند، وبعدين اللي هو الستوديو، بعدين اللي هو ستوب. فهذه الاند كاني قاعد اقول في الرن هذا، في امر الرن هذه نفذ لي كل السطور هذه اللي هي هذه، بعدين قلت له اند اند، يعني وهذا يتنفذ معاه برضه، اند وهذا يتنفذ، اند وهذا يتنفذ، بعدين حطيت اللي هي الستوب، خلاص وقف التنفيذ، يعني لا تنفذ اي شيء ثاني في الرن ذي. والرن ذي راح نرسلها للمين وراح يسوي لها التنفيذ اكسكيوت. طيب، اللي ابغى اقوله راح اطبع الاكس والواي، الاكس فاصله الواي، خلاص هذا في الرايت. كذا شكل الرايتنج كتب لما يكون عندي اكثر من قيمة، مو بالمسافة لا بالفاصلة. فلو نقول انه الاكس اللي هي في البداية احمد، او ايوه الاكس بريفير الواي، فنكتب هنا رسالة، ناخذ مسافة عشان يكتب احمد بعدين مسافة، ويقول هنا اللي هو البريفير، ايش كتب؟ فيرز، وبعدين نقول مسافة الواي، بعدين ناخذ فاصلة ونحط هنا اللي هي نقطة نهاية الجملة، ونقول باك سلاش ان، شوفوا باللون الأحمر طلع. ليه؟ لأنه هذا أمر، أمر يعني إيش؟ نيو لاين. إما تكتبه بهذه الطريقة، أو ممكن تكتبه بهذه الطريقة اللي هي بين علامتي التنصيص بعدين باك سلاش ان. طيب، نقول سيف ونشوف وش بيطلع لنا أخطاء. بيلد. طيب، طبعا بيطلع لي خطأ، بيقول انه الفاكت هذه فيها اكثر من قيمة. لا، في خطأ ثاني اللي هو رايت مو معرف. طيب، في خطأ في السبيلنج، عفوا رايت كذا، بعدين نيجي هنا البيلد ونشوف اذا بيطلع لي اخطاء ثانية ولا لا. طيب، سواله الحين هنا زي ما انتم شايفين قاعد يسوي الكومبايلينج،
طيب في خطأ اللي هو النون ديتير، راح ناخذ ايش هو النون ديتير. هذه في التعامل مع البريديكيت، هذا البريديكيت اللي هنا عبارة عن نون ديتيرم، يعني او المدخلات اللي راح ادخلها عبارة عن نون ديتيرم، يعني مين منتهي خلاص. ليش؟ لانه هنا عندي اكثر من قيمة خلاص. راح نشوف كيف، لو قيمة واحدة ما بيقول لك مشكلة، بس اللي هو ديتيرم، بس هذا نون ديتيرم يعني اكثر من قيمة، فراح يطبع الاكس والواي بعدين يوقف اللي هو احمد وفوتبول. بس في مشكلة انه في احمد وماث ما يقدر ينزل عندها، فكيف انزله؟ هنا اقول انت ينفذ لي امر ثاني اللي هو الفيل. فيل اذا صار له فيل يعني خطأ. كيف يعني؟ يروح يطبع احمد وفوتبول، بعدين يروح يطبع احمد وماث، بعدين يروح يطبع احمد وسوني برودكت، بعدين يجي يدور مدخل ثاني فيلقى انه خطأ، ما في اي مدخل ثاني، فيل. فراح يعني يقول انه ايش، انه يعني خلينا نقول بيلد، راح يقول خلاص فيل انه انتهى التنفيذ، انتهى عدد المدخلات. فنشوف بيطلع له برضو خطأ اللي هو الرن عبارة عن فيلير. طيب عشان نتفادى خطأ الفيلير في الرن هذه خلاص، هذا أمر، وراح نسوي اللي هو أمر ثاني مستقل اللي هو عبارة عن الرن برضو، ونقول دوت. طيب فراح يستدعي الرن الدوت عشان نتفادى اللي هو الخطأ حق الفيل. فلو نيجي هنا نقول build كنسل، طبعا الحين غالبا ما عاد بيطلع لي عليه اي خطأ، انتهى التنفيذ has been built وما في اي خطأ. طيب فالحين راح ينفذ البرنامج، نجي هنا نقول run in window، فهنا نقول خلاص. طيب اوكي، فهذا هو الناتج النهائي. زي ما احنا شايفين اول شيء كان في زي الرسالة، وبعدين قلنا له ياخذ سطر جديد اللي هي هذا الامر استوديو نيو لاين خلاص، فاخذ سطر جديد وبدأ يطبع اللي هي البريفير، البريفير احمد وبعدين فوتبول اللي هو الاكس والواي اللي اخذها من البريفير، وبعدين يطبع اللي هي الفوتبول، وبعدين الماث، بعدين سوني، بعدين يقول فيل، وبعدين راح يطبع الرسالة هذه انه خلاص البرنامج عندك تنفذ. فهذه هي طريقة تنفيذ الفاكت او طريقة طباعة الفاكت، هي معقدة شوية يعني ميب زي اللي هي السوي برولوك. فأتمنى أنكم استفدتم من درس اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.